بلاي ستيشن 5 قرب ينزل. مميزاته يعني انتشرت كثير، حبيت اجمعها لكم في كم كلمه. خليني ابدا. يدعم بلاي ستيشن 5 يدعم رسوميات 8K، او يعني مديني اقول يدعم 8000 بكسل عرضا، يعني شاشات ضخمه. طبعا وش الميزه بهال 8K ذا؟ يسمح لك انك تلعب بدقه عاليه. الدقه حقت اللعب تكون عاليه، عرض الشاشه اللي يستحملها 8000 بكسل، يعني تخيل رقم عملاق. اي كبير، يعني الجوده تكون افضل اللي يلعب، صح ولا لا؟ طبعا ما شاء الله، تفضل. يدعم ايضا الصوت ثلاثي الابعاد، يعني مثلا يدعم الاصوات الخلفيه، حيث انه اللعبة يمديها الآن تخصص قوة الصوت عشان يبين كأن الصوت مثلا جاي من بعيد أو من قريب أو من يمينك أو من يسارك، مع سماعة بسماعتين أو بسماعة واحدة، شيء يساعد أنك تحس كأن أنت جوا اللعبة. الحين هل راح تكون السماعات اللي زي الاستديوية والمسرحية اسمها، عرفت هذيك؟ اي هل راح تكون على هذه السماعات تجربة صوت هذه الأعباد، راح تكون على السماعات الهيدسيتس هذه؟ يدعم الثنتين. مع انه تقريبا اذا انت مهتم بخصوص الدردشه، ترى اليد صار فيها مايكروفون. يوه، هذه مشكله انا صح كنت اعاني منها كثير، راح تفك علي ازمه هذه. تخيل مايكروفون جوا اليد، لكن خلني اجل بقيه مميزات اليد الى وقتها. ايضا يدعم، يمتلك وحده تخزين SSD او سوليد ستيت درايف، تتراوح سعتها ما بين 1 إلى 2 تيرا. ما شاء الله، يا سلام. التيرا كم؟ التيرا 1028 جيجا. الجيجا للي ما يعرفه 1028 ميجا، عاد الميجا مستحيل احد ما يعرفه. عاد لو كملنا ما بنخلص، ها؟ رقم عالي، رقم عملاق. طبعا هذا اعلى من الاجهزه القديمه اللي جت قبله، صح ولا لا؟ طبعا احسن من بلاي ستيشن 4 برو بكثير. بس ايش حتى اسرع يكون 1 تيرا، صح؟ ها؟ بس ايش 4 برو عفوا وفر لي 1 تيرا فقط، صح؟ ايوه، بس وحدة تخزين بلاي ستيشن 5 ممكن SSD افضل، راح توصل 2 تيرا واسرع، لانها SSD نفس ما ذكرت. طبعا لان ال HDD كانت سيئه نوعا ما، حيث ان ال SSD اسرع وكومباكت صغير. حتى بعض لاعبين الكمبيوتر يعني اذا كان يلعب لعبه فيها نوعا ما، تعرف بعض الالعاب فيها لودينجز واجد، شاشات تحميل تطول وما الى ذلك، ف يعني بعض اللاعبين ممكن ينزعجون من هذا الشيء، فصار يصير في حركه تسويها بحيث انك تنقل بيانات اللعبه الى الاس اس دي وتستمتع باللعبه اسرع، فكذا راح ايضا. ترى على فكره يدعم جهاز بلاي ستيشن 5 اقراص لعب، ها، حجمها 100 جيجا. طب عندي سؤال على هذا الموضوع، هذه يعني حلوه صراحه. انا عن نفسي العب ماينكرافت كثير، اوكي، التكستشرز حقت ماينكرافت كلها ما وصلت شيء. تلعب على بلاي ستيشن ولا؟ انا العب على كمبيوتر، ولكن بس جيمر خطير والله. التكستشرز او الاشكال حقت البلوكات ما وصلت ولا 1 جيجا، يعني مديني احط جوات القرص 100 لعبه ماينكرافت. اي والله ما شاء الله. طبعا هذا هو الجديد، لا تستغربوا اذا جت الالعاب المستقبليه عملاقه. طبعا هذا هو اليد الجديد حق السوني 5. ايوه، اليد ذراع التحكم فيها مايكروفون مدمج، هو الاول بالنسبه لذراع التحكم من سوني، يسمح لحل مشكلتك. حلو. ايضا فيه منفذ يو اس بي سي. يا سلام، هذا شيء مره رهيب، لان منفذ اليو اس بي سي هو افضل منافذ حاليا واسرعها، منفذ مرة. ايوه، ايضا يعالج مشكلتي انا مع الشواحن، ما اعرف اقلب فيها، اقعد اقلب فيها عمال ما دخل هذا يعني تو ويز. انا ما العب، يعني اخوي الصغير قد خرب عليه شواحن كثير بسبب انه ما يعني ما يعرف يقلب فيها. وطبعا ترى في ميزه ثانيه بعد، انه يصير كل إن يستخدم سلك واحد، جوالاتك الجديده، لابتوباتك الجديده، وحتى لانوسون الجديد بيو اس بي تايب سي، ما شاء الله. بس خلاص سلك واحد لجميع احتياجاتك. جميل جدا كلامك. وطبعا في الوان الجديد الثنائي اللون، المماثل في الاسلوب مع بلاي ستيشن في ار، يعني بلاي ستيشن في ار يمكن استعماله مع بلاي ستيشن 5، لكن الى الان ما طلعت اي معلومات او تسربت اي معلومات عن كيفيه التوصيل به. التصميم المجدد الشامل، يا ليت تعطونا صوره اليد، يعطي شكل اكثر استداره للمقابض وازرار الوجه.
طبعا باقي 3 دقائق على الختم. إيه لا تخاف. الزر شير اللي كان في اليد تغير إلى زر كرييت. يسمح لك أو اللي ظهر أول مرة مع ذراع التحكم اللي هي ديل شوك 4 لمنصة بلاي ستيشن 4، حيث يوفر الزر هذا طرق جديدة لمشاركة محتوى الألعاب مع العالم بسرعة عبر منصات مثل يوتيوب أو تويتش. عندي سؤال، تكون هذه الخدمة أسرع وأفضل لأنه كانت موجودة على اللي هو البلاي ستيشن 4 ولكن كان فيها نوعا ما بعض التقطيع إلى حد ما في البثوث اللي كان يفتح بث يمكن على البلاي ستيشن 4، جربوا عرف المشكلة هذه. بخصوص تحميل الألعاب وزي كذا، أكثر لعبة كانت تستغرق طويل في التحميل، ما بي أحد يهاجمني هنا، لكن أكثر لعبة أعرفها كانت تستغرق وقت طويل في التحميل هي لعبة سبايدر مان، حيث التنقل ما بين الخرائط يسبب مشكلة. شركة سوني عملت عرض جربت فيه تنقل باستعمال سبايدر مان بسرعة، ها جربوه بلاي ستيشن 4 برو وجربوه بلاي ستيشن 5. بلاي ستيشن 4 كان مش النص الخريطة ووقف حوالي 8 ثواني عمال ما حمل، أما البلاي ستيشن 5 الجديد يحمل الخرائط في أقل من نصف ثانية. أكيد يا حبيبتي قاعد تتكلم عن SSD أسرع وحدة تخزين حاليا موجودة في السوق. أيضا تعرفون الخرائط الديناميكية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، الخرائط اللي يجري تحميلها أثناء تحرك اللاعب، يعني خريطة كبيرة مرة لدرجة أن الجهاز حتى بلاي ستيشن 5 ما يقدر يحملها كلها، ولكن يحملها أثناء العبور. طبعا باقي دقيقة ونص. معليش عبد الله أسألك سؤال. ايضا كمان عدلوا. تفضل بسألك سؤال على عجاله بس. كثير من الناس الان يسالون في الوقت الحالي الان وش الافضل، هل هو بلاي ستيشن 5 ولا اكس بوكس سيريس اكس الجديد او نينتندو، برايك انت وش؟ شوف انا شفت مقارنه قبل كم يوم لهالموضوع، بالنسبه كل شيء تقريبا متشابه، كلهم كومباكت، كلهم كل حاجه، ما غير ان بلاي ستيشن 5 حجم ال حجم الاس اس دي حقه اللي هو الذاكره تصل 2 تيرا، اما الثاني اقل منه. ايضا شفت معلومه اثارت انتباهي في هذا الموضوع اللي هي انه تعرف انت مستخدمين الكمبيوتر يقدرون يشغلون اكثر من لعبه مع بعض ويتنقلون بينها، حتى بعض اللي يسوون بثوث وزي كذا، فيفتح البث ويفتح البرنامج حق اللي يدير بثوث اللي الداعمين والدونيشن والاشياء ذي ويفتح اللعبه، فهذا شيء راح يتوفرنا برضو في البلاي ستيشن 5، هذا شيء مره رهيب، تقدر انك تفتح لعبه على البرنامج يدخلك جيم تروح تلعب كراش زي كذا، بتكون حركه مره رهيبه. فهمت شلون؟ اخر كلمه الان، باقي 10 ثواني اختمها بطريقه جميله. معالج الرسوميات كمان تجدد من سلسله AMD راديون نيفي، هذا اخر شيء كنت بقوله. جميل. بلاي ستيشن 5 حيخرق التوقعات، استنوا هبوطه او نزوله. جميل جدا. وحيذلكم. خلص الوقت. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.